قدرنا كمصر انها الدوله الكبرى، انها الشقيقه الكبرى لمعظم العرب، وايضا هي الدوله الجاذبه للافارقه. مصر طول عمرها فضل انها دوله جاذبه للسياح في اوروبا، جوها الجميل يعني، حضارتها اثرها، وايضا دولات نظيفه حقيقه، دوله نظيفه ايضا. فمساله ان احنا يكون عندنا بعض اشقائنا من اللي عندهم نوايب او نوازل في بلادهم زي قالنا في سوريا او العراق او في ليبيا او حتى فلسطين، شيء طبيعي. معظم الدول حتى دول اوروبا الان، دول اوروبا بتتحمل العشرات الملايين من العرب النازحين اليها او اللاجئين. اليوم حصل منعطف كده شويه مقلق، لان من كام يوم سمعنا عن قصه تصريحات برضو للسيسي في ان احنا عندنا 6 مليون لاجئ وهم عايشين عندنا، رغم ان احنا طبعا قلنا لحضراتكم ان الامم المتحده سجلت فقط في مصر 255 الف من يعدوا من اللاجئين، يعني الناس اللي هم جم ونزحوا الى مصر في ظروف يعني غير طبيعيه في بلادهم. انما اليوم نلاقي في توجيه بين احد المحامين يرفع دعوى قضائيه من اجل طرد كل اللاجئين او النازحين، احنا اصلا ما عندناش لاجئين، هو السيسي قال ما فيش لاجئين، ومنع دخولهم مصر. هدينا الغريب ان هو لما تقرا الدعوى تضحك شويه، يعني هذا العبقري الفيلسوف اللي انا مش عايز اقول اسمه، هذا المحامي اللي ما يبدو ان هو مدفوع دفعا من احدى الجهات السياديه في البلد، بيتكلم على ان احنا خلي بالكم يا جماعه الهكسوس لما احتلوا مصر زمان جم برضو كده، ومصر طول عمرها فيها الطمع، وهؤلاء جم الينا وهم مطاردين ونازحين ولاجئين، ولكن بعد كده هم خطر الامن القومي، ممكن ينقلبوا على بلدنا، ممكن يطلعوا في اخر الفيلم من الغوله وبرجل مسلوخه. اه والله هذه الدعوه قضائيه مرفوعه بطرد كل هؤلاء تحت اطار ان هم دول مستعمرين ومحتلين لمصر. بالمناسبه أشقائنا في سوريا اللي جم في مصر واللي سكنوا في أكتوبر وسكنوا في مناطق القاهرة الكبرى أو في بعض المحافظات، عملوا مشاريع بفلوسهم، عملوا مطاعم وعملوا محل تجارية بفلوسهم، ساكنين بفلوسهم، بياكلوا بفلوسهم، يعني الدولة لم تصرف عليهم جنيها واحدة. الناس دي عايشة بفلوسها، بتعمل حالة من حالات الانعاش الاقتصادي. حتى المواطن اللي جاي لك من السودان او افريقيا بتلاقيه قاعد في العتبه عامل لك شويه محافظ وشويه اعشاب، بي 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 يعني شغال الراجل مش عالى عليك. انما معامله النازحين او اخواننا او حتى مجرد تسميتهم لاجئين ونازحين حاجه تضر بمصر، مصر الكبيره المستوعبه لكل يعني العرب والكل الافارقه. المهم ان المحكمه بالمناسبه يعني ايضا حددت جلسه للحكم في هذه الدعوة يوم 25/12 القادم، يعني الدعوة يعني اتحجزت إلى الحكم. وما يبدو، ليه بقول لك بقى إن الموضوع ده مش بريء؟ ليه بقول لك مش بريء؟ لأن الكلام الفترة اللي فاتت من السيسي اتكلم كتير عن النازحين وعن اللاجئين، رغم إن إحنا يعني سمعتنا حلوة جدا. إحنا قلنا لكم إن إحنا واخدين رقم 3 في تجارة الأعضاء البشرية، بنتاجر في لحوم الناس واعضائها على مستوى العالم. والتقارير الاجنبيه قالت ان مصر خدت هذه المنزله لان اكثر من 70% من هؤلاء اللي بيتاجروا في اعضائهم مش مصريين، امال مين؟ قال لك افارقه. يجي الافريقي من دول عشان يعيش، هات كليه، هات فص كب، هات فص كبده، ما اجيب قرنيه. وشفنا كتير من حالات مع عمليات على الارض الواقع من ده. انما اللي حصل فهذه الدعوة قضائية ترجمة، يعني ترجمة طبيعية من أحد المحامين لما قاله سابقا السيسي في هذا الإطار. احنا ما قلتش عليهم لاجئين، بنقول عليهم ضيوف في مصر. مصر بتقول على الناس اللي موجودة عندها ضيوف، ما بتقولش عليهم لاجئين أبدا. طب هم 5 ولا 6؟ احنا بنسميهم في مصر ضيوف، ما بنسميهمش لاجئين، وما عندناش معسكرات للاجئين في مصر. هم بيعيشوا زي كل المصريين ما بيعيشوا، بيتعلموا في مدارسنا وبيتعالجوا في مستشفياتنا. احنا عندنا معسكرات للضيوف، انا مش هقول لاجئين، مش هقول اللاجئين، لكن هقول عندنا معسكرات
في مصر للضيوف دي؟ لا، ما عندناش معسكرات. الملايين اللي موجودة عندها في مصر موجودة ليست في معسكرات. وأنا بقول لكل الناس اللي بتسمعنا وهتسمعنا، الملايين اللي موجودة في مصر هي بتعيش وسط المصريين، ويقدم لهم ما يقدم للمصريين. الخمسة مليون لاجئ اللي موجودين في مصر احنا بنستضيفهم، ولا يقيمون لا في مراكز ولا في معسكرات ايواء. وارجو ان انتوا تسمعوا الكلام ده وتقدروه من جانب مصر.